اقفز. 3 2 1 انفجار. يا له من انفجار. السلام عليكم يا شباب، معاكم صالح. اليوم رجعنا لكم تختيم كراش بانديكوت انسين ترولوجي. من شدة الحماس الجزء الجديد اللي على البلاي ستيشن 4 يا شباب، قلت اسمه بدل ما اقول اسم الجزء هذا اللي انا قاعد العبه. والله يا اني انا متحمس لعبة كراش الريماستر اللي على البلاي ستيشن 4. من شدة الحماس انتم شفتوا شريتها انا طلب مسبق، حتى بعدها يعني نزلت له مقطع يعني شو اسمه انا اشريها. اوكي اخذنا وجه، مو بلازم الوجه الثاني. المهم شو اسم كراش هذا اللي انا قاعد العبه انا. شوفوا الحماس نساني اسم لعبة كراش هذه، نساني اسامي العاب كراش كلها، ما اتذكر الا بس الجزء الجديد اللي بينزل وبس. ايوه صح، كراش توين سانيتي. عندنا كراش توين سانيتي الحلقة الثالثة. تعالي انتي قربي مني، لا تخافين. والله ما ماكلت. طيب يا شباب، زي ما تلاحظون راحت المربعات لله الحمد، حليت المشكلة هنا. الجرافيكس يعني صار احسن وصار ازين من شو اسمه الحلقتين اللي قبل. ايش السبب؟ انا بالحلقتين اللي قبل كنت العب بالنسخة الامريكية، الحين انا قلت خلنا اجرب النسخة الاوروبية يمكن يعني تروح المشكلة، وفعلا حلت المشكلة يوم حملت النسخة الاوروبية. عندنا ضيف، اقلطوا تفضلوا حياكم الله، قهوة الشاهي. اوكي اكو اوكا هلا فيكم، كل واحد ياخذ قناعه. يلا يا كراش ويا كورتكس. الظاهر انهم اوكا واكو هاجموا هذول، راحوا يهاجمون هذول الاثنين الفضائيين التوأم، لكنهم انهزموا. اوكي هذا اذا كان يعني هم صدق مخططين انهم يهاجمون، نفس ما قلت انا يعني بالحلقه اللي قبل انهم يتحالفون. وشو ريتشز؟ وشو الاغنياء؟ يقول لك اغنياء، انا عارف ايش معنى غني. غني معناه ريتش، وريتشز اللي هو الجمع اغنياء. اوكي وش اللي يقول؟ ما احنا لن نبقى على قيد الحياه، ما ادري يقول الايف زي كذا، لن نبقى على قيد الحياه. المهم قال شيء عن الحياه، هذا اذا انا سمعت صح، اذا انا سمعت غلط عاد ما ادري. هذول كفخناهم عذبناهم تعذيب. طيب يا شباب، انا زي ما قلت لكم انا حملت النسخه البريطانيه او النسخه الاوروبيه. خلاص يلا هذا مات، بقى بعد زياده ولا خلصنا؟ اوه بقى. فما في فرق يعني بين النسخه الامريكيه والنسخه الاوروبيه، الفرق ان هذيك باوروبا. لا 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 ايوه ان شاء الله خلصنا. نفس عميق. والله ما ينفع اشرح وانا العب، بيصير ضغط علي كبير مره كبير. ارجعوا اذرفوا اقلبوا وجهكم. اي بننسى الاغنية اللي تكلمتم انتم عنهم، ما هاي منها بس ضفوا وجهكم. المهم دكتور كورتكس يقول ايش سويت يا كورتكس؟ يقول لا يمكن انا اوافق على ما ادري ايش. قاعد يسبوه يطنز عليه. يقول يا كبير الراس يا كبير المخ وما ادري ايش. يقول لك I've been like a father to you. اوكي يقول انا ابوك. طيب خلاص خلهم يخلصون كلام بعدين نترجم لكم. اوكي طبعا كان يقول له انا ابوك وانا اللي صنعتك، بعدين سكت شوي وقال حاول تحطمك، كان متردد بذي الكلمه. على طول انفتح الباب، ما شاء الله الباب مفتوح على طول. اوكي لا 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 لا، مو بهذا الطريق، بغينا نروح الطريق الخطا. هذاك الطريق كان هو، ايوه شفتوا الطريق الخطا هذا، بيرجعني المكان اول يعني المكان تحت. تجيب العيد. تعالي. وين راحت هذه؟ هذاك الطريق طلع خطا. من جد الطريق هذا اللي انا قلته خطا هو طلع الطريق الصحيح، هذا هو الطريق. انا اصلا ما ادري ايش فين، ما انا بشوف السهم الاخضر اللي تحت بالارض كان. والله صدق قبله هنا عميان. افتح يلا الباب، لا تنرفزوني.
تراني انا مره متنرفز ومعصب. افتحوا الباب. يلا يلقناك يا كورتكس. This is the psychotron. اوكي وش هذه سكرتران؟ تفضل يا حضرتك يا كورتكس. تكلم وقرقر وبربر بعدين انا بترجم. And there we must go in order to confront the evil twins. And restore the natural order of things. كورتكس ما خلص كلام. We require 6 power. سكت شوي بعدين خلاص كمل. يقول 4 كرسلات باقي. يقول نحتاج 4 كرس. All is lost. ما تكفي ما تكفي الكرسلات. يقول يعني في 4 كرسلات لكن يعني الكرسلات هذه ما تكفي علشان يستخدمون الآلة هذه يهزمون يعني التوأم هذولاك الشريرين الفضائيين. بعدين قال unless معناها إلا إذا وسكت. افتح يا سمسم. لكن ما أذكر أنا أذكر نهاية الجزء هذا. ما أذكر إنهم هزموا التوأمين هذولا بالجهاز ذا. ما هزموهم. يلا يا أخي يبين لنا شوف يبين لنا تلفريك علشان نصل هناك. والله مشوار مرة طويل. 2000 years later. وصلنا خلاص الحمد لله وصلنا. افتح الباب. حتى البوابة هذه موجودة هنا داخل الجليد. كيف؟ يلا فجر القنابل. افتح لنا الطريق. ايوه فجر هذولا بعد. فجر هذولا. 3 2 1 انفجار. يا سلام. اوه والله على الحفة وقفت انا. طيب كمل. على ما اظن هذه مرحلة التزلج. ايوه هذا هي. مرحلة تتزلج. يا سلام. تزلج على كورتكس. كورتكس انت لوحة تزلج بهذه المرحلة. بنتزلج عليك. Think كورتكس think. اذكره هذه. يقول فكر يا كورتكس فكر. كراش مركز مرة. كأنه يصوب بسلاح سنايبر. شوفوا بعدين يطلق سلاح سنايبر. الله جت على كورتكس الطلقة. على ذنبه بعد. على ذنبه. شوفوا دائرة يسرع مربع فرامل. خلنا ضغط فرامل. ندعس فرامل شوي. فرامل. يا الصوت هذا يوجع مرة. لا ادعس. شوف صرخته والله يضحك مرة. قاعد يصارخ. مسكين والله انك تروح من كورتكس. مت بردقة ترقط. ادعس. الحمد لله عدينا المكان بسرعة اللي متنابه. مت انا عدت تشيك بوينت. وش تقعد تصارخ انت؟ ما طحنا بحفرة. خايف على وشه انت؟ والله ما لومه كورتكس يعني. المفروض طول الجزء هذا يصير خايف لانه طول الجزء هذا قاعد يتعذب البريء المسكين. لا وكل التكفيخ هذا والتعذيب ما جاء ولا مخش. هد عطى فرامل. بردق عاطر قط. فرامل علشان نضرب هذيك. ايوه علشان نقدر ننقز. هوبا ادعس. اوه شوف كورتكس له صورته. طباخ معه هذا شو اسمه السكينة الكبيرة. ايوه السطور. معه السطور مو سهل ابد. ولابس القبعة هذه حقت الشيف. لا كرسالة كانت قدامي. شوفوا قاعد يمسح وجهه البلاط. اي صوت ذا ما احبه. اخذنا كرسالة. اظن هذه ثالث كرسالة ناخذها. لا رابعة واحدة. صح ما ادري والله كم من واحدة جمعنا. المهم ادعس بعد عن بطريق هذولا. شوفوا قاعد يروح بيدينه كأنه قاعد يطير زي طائر النورس. حلق بالجناحين وصفق. طائر النورس حلق بالجناحين وصفق. طائر النورس. امش. انت ما تطير النورس. انت لوح تزلج فقط عشان تزلج فيك.
ياسين الصوت ياسين الصوت هذا طيب المرة سوف نجيبها. فيميل بنديكوت، شوفوا المرة هذه اللي باللوحة، هذه اسمها فيميل بنديكوت، أذكره. صراخ حريم كلهم. ماذا؟ كان يقول ماذا؟ هد 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 هد، روح هنا. اوكي عطوا فرامل، عطوا تيرفو، اترك الجوهرة، طقاق ما نبيها. اخذنا فرصة. هب، قفزت. ما نبيك يا بوردقة. اهم شيء كورتكس. انت يا بوردقة ما منك فايدة، كورتكس هو اللي نحتاجه. ايه الصوت هذا ما بيه. ايوه اضغطناها هذه، اهم شيء بس الصوت هذا ما اسمعه، الصوت هذاك الحاد اللي يعور اذني ما ابي اسمعه، خلوني اموت عادي، خلوني اخسر، اهم شيء بس الصوت لا يجعدني. يعني يعني اذني اهم من حياه كراش، خلوا كراش يموت. بردق اوخر انت، ما نبيك. كورتكس هو اللي مهم نحتاجه علشان نتزلج به، ما عندنا لوح تزلج، حنا نحتاج كورتكس علشان نتزلج به، انت وجودك زي عدمك. طيب دينجو دايل، بنحطم بيتك، هدم بيته، قاعد يقرا كتاب، مثقف، مسوي فيها مثقف. هدم بيته. ما تهدم بيته، ما سمعت صوت تحطيم. طيب treasure وش اللي كنز؟ ما في كنز هنا، ما في كنز. كورتكس طايح، خلنا اتسدح معك كذا. ايوه سدحت معك شوي، نكمل. مرحلة التزلج هذه اذكر في واحدة ثانية يا شباب، لكن تزلج ببركان، هذه مرحلة تزلج بجليد، في واحدة ثانية ببركان. اترك الفرصة وبرتقى هذولا، ما نبيهم، بعدين يمكن نموت. هذه الفرصة خلنا ناخذها. اصلا مرين هنا. طيب هد برتقى، ورا ما طلع لي، ما طلع معي، مو بلازم، ما نبيه. حنا 50 وجه، يا سلام، 50 وجه، 97، 98، 99، 100. طبعا يا شباب انتم ممكن تشوفون يعني الفرص عندي اكثر من اللي بالحلقه اللي قبل، يعني ممكن الحلقه اللي قبل وصلت يعني 30 على ما اظن تقريبا، ممكن تستغربون وش اللي خلاها اكثر. اللي خلاها اكثر اني انا يا شباب زي ما تعرفون كنت انا العب بالنسخه الامريكيه، يوم انا نزلتكم الحلقه الاولى والثانيه كنت انا العب النسخه الامريكيه، لكن الحين يوم حملت انا النسخه الاوروبيه عدت كل شيء من جديد، لكن يعني عدت على السريع لان المراحل اللي انا لعبت بها، خلنا ناخذ هذه الجوهره، فزي ما اقول لكم المراحل اللي لعبت بها مره قليله، فهمتني يعني اوصل المكان اللي انا وصلته واكمل لكم يعني تسجيل الحلقه الثالثه يوم انا حملت النسخه الاوروبيه، فهمتني كذا على السريع، وجمعت يعني وجيه كثيره واشياء كثيره، راح بردقه واحد مع انه اصلا انه مختفي، ما علينا. ادعس، اذكر هنا في انجن، حاطين وجهين هناك بمكان مستحيل اخذه، معصب بعد انجن، مره معصب. انقلع، رح بنحاربه، طبعا بنحارب انجن قريبا، سوف نقاتله. اوكي خلوني اتحرك، نمشي. هذا قاعد يرمي براميل. اوه يلا ارمر، انقلع وفجك. الله صرخت زيادة احس. الناس اللي بجنبي سمعون، طبعا اقصد الناس اللي بجنبي، اللي الغرف اللي بجنبي، انا ساكن طبعا بغرفة زي سكن الجامعة، الظهر الطلاب اللي قاعدين بالسكن اللي جنبي يسمعون من قوة الصرخة ذيك. طيب شو اسمه، جرابيع، مو جرابيع، جرذان، ايش جرابيع؟ يلا خذ، انت اللي ذبحت، خذ يلا، بس مات. اخذنا الجوهره، هذه سهله الجوهره، مشكله حاطينهم طريقي، ما حطوهم مكان صعب، بالعاده هم يحطون الجوار مكان صعب،
إلا ما ندر، وهذه شكلها يعني من ال من الجواهر اللي ما إلا ما ندر. يلا 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 نمشي 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 هنا، نمشي هنا وابعد عن عن الجرذان، نبتعد عن الجرذان. بغيت أنا أقول جرابيع مرة ثانية. طيب تشيك بوينت، قربنا لم أنجن على ما أظن. بنحارب أنجن أول ما نصل هناك يعني، أو نصل نهاية المكان هذا بنحارب أنجن مرة ثانية. حاربناه وحنا قبل بأول حلقة، لكن بنحاربه مرة ثانية. طيب خلنا ناخذ الجوهرة دي، خلنا ناخذها، هذه سهلة، هذه ما عندي أي مشكلة. أي اذكر ذا المكان، هذا اللي كله بحر كله ماء، ما أحبه ذا. يلا 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 بس بالفك، ما أنا مرة قاعد أتفنن وأخذ الأشياء الثانية اللي هنا. يلا يلا بس بس مر 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 مر، أدري في جوهرة هناك ما أنا ما أخذها، الجواهر كلها أصلا أنا مضيعة، ما يحتاج أقعد أخذها. طيب يلا يلا لفي أنت، لفي بسرعة، تعدلي 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 تعدلي. يلا بعد ننتظر ثاني، لازم ننتظرهم على واحد واحدة، ما يتعدلون كذا مع بعض، لازم على واحد واحد. ليش أنت رقيتي فوق؟ أول ما وصلت رقيتي فوق، انزلي تحت. يلا يلا الحين روحي فوق، ارتفعي للأعلى. أوه لا باقي لنا طريق، أنا حسبه خلاص قربنا لم أنجن. ما كسرت إلا كرتون واحد. طيب خلنا ناخذ الكراتين دولة، ناخذ الكراتين. لا يا شيخ، الصناديق الحديدية تكسرت، لكن الصندوق هذا اللي مصنوع من كرتون ما تكسر من القنابل. إيش هذا يعني؟ إيش هذا؟ يعني شوف القنابل هذولا كسرت الصناديق الحديدية، أما الصندوق هذا اللي أضعف واحد ذا الكرتون ما تكسر، يمكنه علشانه بعيد يعني. طيب امشي امشي امشي، شوف المكان كله صواريخ، هذولا صواريخ طبعا. كل والله وانجن معروف انه يعني الاسلحه حقته صواريخ اكثر شيء، حتى بعد اللي عالق عليه صاروخ، هو عالق عليه صاروخ. خذ برتقا، خلينا نكمل منه الطريق على ما اظن. ايوه هنا، روحي فوق انت، يلا روحي فوق، يلا خذ انت يا الجرد، بغيت اقول يا الجربوع، ايوه الجرد. انجن ما استسلمت، ما تبت المرة اللي راحت، هالمرة بنخليك توب صدق، المرة توب صدق، نهاياتك على يدي، على يدي هاتين. يلا قربنا لم انجن. بطيئة ذي مرة، بطيئة مرة 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 مرة. انجن يلا طلق. اوكي طبعا هو بيرمي قنابل، وكل القنبلة يرميها لازم انا اقف هنا على الثلاث هذول، شفت العواميد هذول اللي تمسك المكان اللي هو وقف به، اللي وقف به. ايوه هذا عمود واحد راح، باقي عمودين، اطلق الصواريخ هذه. انا بس بمشي كذا، ابمشي كذا وما اخاف من اي شيء. طيب ابعكس ابعكس الطريق، ابعكس الطريق بس كذا تغيير. يلا اخر مره، اوه لا خلاص الحين بيرمي القنبله، ارمى خلاص كذا، انت تذبح روحك كذا، انت تنتحر، هذا يسمونه انتحار، هذا يسمونه انتحار. انا باقف كذا، باقف هنا، باقف شوي. لا 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 خلنا نمشي خلنا نمشي خلنا نمشي، والله بغيت زين، لو اني انا وقفت بموت. والمشكله برتقا ما يحمين هنا، ما يحمين من دول الصواريخ. يلا عمود واحد بس، عمود واحد فقط الاخير، مع السلامة، أنت اللي ذبحت روحك، أنت اللي ذبحت روحك. كراش ما شاء الله عنده سرعة البديهة أو سرعة الاستجابة مرة عالية، يعني استوعب إن هذه طاحت قبل لا تطيح، استوعب إن ما في أرض قبل لا تروح الأرض. شوفوا سرعة البديهة عنده يعني أسرع من سرعة الضوء، سرعة البديهة عنده أسرع من سرعة الضوء. خلنا نهج عن الطباخ هذا اللي كانه قندس، كانه قندس على ما اظن، او كانه فرس النهر ما ادري ايش، قندس على ما اظن.
آه لا الجوهرة السهلة هذه ضيعتها. ادعس 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 هج 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 هج. والله طباخ هذا مرة يخوف، خصوصا مع صورة الهيكل العظمي هذه اللي بالمريال حقته. والله شكله أخطر من الزومبي، كأنه زومبي كذا، كأنه زومبي عملاق قاعد يلحقني، زعيم الزومبي. لا يتأثر لا بالنار ولا القنابل بعد، ما في أي شيء يقتله، ما في شيء أي شيء يقتله. آه سد عليه الطريق. آه حلو، خذنا تشيك بوينت. جاء هو من تحت، صار بعيد عنا مرة. أزين أزين، خليك خليك بعيد، خليك بعيد لا تقرب، خليك بعيد ولا تقرب. ما أخذت الفرصة، ما أخذتها، خلها بس. ما يمدينا أصلاً، أصلاً ما كان يمدينا أخذها، لأن لو وقفت أنا شوي وأخذتها يمكن هذا دعسني وقتلني وأموت. تصير يعني كاني أخذتها يعني من غير فائدة، يعني كاني أخذتها بعدين راحت. لا تقولوا لي إلى الحين حنا بعيدين، تكفون تكفون، علموني إن يعني قولوا لي إني أنا فزت وخلصنا من هذا. ما أحب هذا يلاحقني، المرحلة كذا اللي بهم لاحق، وفي المراحل كذا اللي فيها واحد يلاحقني، مثلا كورة تلاحقني ولا أي شخص يعني مثلا يلاحقني، والله ما أحبها هذه أبدا. إيش عندنا؟ قنابل هذول كلهن، إيش فيه؟ إيش قاعد يطالع فوق؟ بالله أنجل توك تطيح أنت، كل هالوقت وأنت بالهواء، يعني لهالدرجة أنت يعني شو اسمه كل هذا يعني لهالدرجة أنت مرتفع. أخذ وقت مرة طويل عشان يطيح. أوكي هذا تروبي، والثاني هذا شو اسمه نيترو بريو، هذا دكتور، هذا الدكتور بريو أو نيترو بريو العجوز. والله يا كانت علينا أسماء بلعبة كراش يا شباب، كل شخصية عليها اسم. هذا بريو كنا نسميها العجوز او براس خشبه، ما ادري ليش، لانه كان عالق خشبه براسه. وهذا تروبي كنا نسميها ابو ساعه. كورتكس نسمينه اسماء كثيره، من ضمن الاسماء كنا مسمينه يعني الملك، لانه يعني كانه زعيم الاشرار، كنا نحسبه احنا زعيم الاشرار هذا كورتكس، لكن زعيم الاشرار هو هذا اوكا اوكا، مو كورتكس. اوكي وبعد وش من ضمن الاسماء اللي كنا نسميها الكورتكس؟ ايوه جبنة كرافت. انا طبعا قبل شوي طحت ومت عشان كذا وجهي تشوفونها انقصت انا عندي. من ضمن الاسماء اللي كنا نسميها الكورتكس جبنة كرافت. كنا نسميه جبنة كرافت لان اوه ليش هذا طلع من هنا طيب قدام وجهي؟ يعني منطقه يعني غير مرئيه. كنا نسميه جبنة كرافت لأنه يعني تعرفون جبنة كرافت هذا العلب، قلت لكم أنا قبل ليش جبنة كرافت هذا العلب الدائري ذاك، فراسه كذا كأنه جبنة كرافت. كنا نسميه بعد حفايض الحريم. اسم يا أخي رهيب، هذا عجيب، أسامي كثيرة كنا نسميه حنا. لا 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 لا، يلا 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 يلا، خد 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 هذي يا تروبي، بقي له ضربة واحدة تروبي. هذا شو اسمه بريو ما منه هاي فايده، ما منه هاي فايده، بس كذا يطلع ويقعد يناقز، ما يسوي اي شيء ولا يخوفنا ولا شيء، بس كذا يقعد يطلع ويناقز، يستعرض يستعرض بس. يلا رح رح وفجك انت ما منك هاي فايده، ما احنا مقاتلينك، احنا عجوز انت شايب ومكسر وعظامك وحالتك حاله. هذا تروبي لانه شباب هو اللي بنقتله، هو اللي بنقتله، هو الأهل بأن نهزمه. أما إذا هزمناك أنت يا شو اسمه يا بريو، مو بريو، إلا لا بريو بريو اسمه صح، بريو إذا أنت هزمناك ما يصير لنا أي فخر لأنك عجوز. أما تروبي نفتخر مرة إذا هزمنا، أن هزمنا واحد شاب نشيط، مرة نشيط. كورتكس مرة ثانية بعد يهج، جايينك جايينك جايينك، هذه رايح انت للمختبر حقك، هذا جايينك، انني قادم يا ابي. طبعا كورتكس هو ابو كراش، ادري انكم انتم مستغربين الشيء هذا، لكن هو يعني ابوه، لان كورتكس هو اللي يعني يصنعه، هو اللي صنع كراش، هو اللي صنعه، هو اللي ما ادري ايش سوابه زي كذا. انا زي ما تعرفون كورتكس مخترع، هو يا هذا بريو، دكتور بريو، دكتور بريو ودكتور كورتكس. نجي هنا اسمهم كذا دكتور، يعني مخترعين.
يا اخي البوابة هذه طول مرة اذا قاعد تفتح، ليش ما خلوا باب واحد؟ باب واحد بس. يقول انت وحش، دع اخي يذهب. يقول لا كريستالاتي جمدت كوكو جمدت. Thanks to Perky here. It must be repaired. And only one Coco. Person can help. My niece, Nina Cortex. My niece. يقول ابنه. آه لا لا. بنت أخ. بنت أخوه. Here and there. بنت أخوه أو بنت أخته. Quickly to my private dirigible. Set a course. هذه بنت أخوه أو بنت أخته. نيس معناها بنت الأخ أو بنت الأخت. جايينك جايينك يا كورتكس جايينك. يلا رح رح احنا نلحق. ها اوكي ابوريكم انا بشي كوكو اذا لمسته. شوفوا 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 كوكو. اوه عجيب ما يصير شيء. النسخة الاوروبية يمكن ما يصير بشيء اذا انا لمسه، لكن بالنسخة الامريكية اذكر اذا انا مسه يعني جروح علي برتقة او اموت اذا صار ما عندي انا برتقة. يعني شريرة يعني كوكو شريرة بالنسخة الأمريكية اللعبة شريرة، لكن هنا ما هي شريرة. أوكي. أوه. يلا نط. نط. خلاص يلا ما بقى لنا شوي ونختم الفيديو، خلاص هذه أعد آخر مرحلة على ما أظن نلعبها. جايين جايين جايينك جايينك يا كورتكس جايينك. أنا قادم يا أبتاه. إنني قادم. خلاص جينا لما وصلنا. بسرعة بس اصوات طالعة ما في اي شيء. اوكي يقول انا احب سفينة المروحية. يحب سفينة المروحية هذه. وش اللي يقول يقول كذا تصير غبي بطريقه قبيحه ما ادري ايش. قاعد يتكلم بسرعه طبعا قاعد يقول عندك كلمه طيبه قولها ما عندكش تغرس خالص. قالتك البلف شكلك مش تفسر انت بتقول لي ايه. هذا اللي قاعد يقول يا شباب. ادري انكم ما سمعتوا الترجمه، لكن انا لازم هو قال يعني الكلام بسرعه فلازم انا اقول الكلام بسرعه، لازم يعني اترجم لكم صح بالضبط. ابغى اوريكم انا شيء اذا فضت. شوف كورتكس خايف. اذا فضت الرصاصات يعني يصير كذا خايف مره. اوكي خذ 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 فضه 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 ابغى اسوي شيء كذا خايف منهم. يلا لحقوني لحقوني لحقوني. هذا برتقة حقي اللي معي، هذا البرتقة حقي. اوكا 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 هو برتقة. اوكي خلاص بس عليهم. طيب وين انا؟ بسم الله الرحمن الرحيم شيخ ما ادري كيف. والله شكل المرحله دي تخوف. طيب على ما اظن خلونا هنا. اختفى كراش يا ساتر. هذه مرحله طبعا كلها بيوت مسكونه، والظاهر يعني من بدايتها يعني كذا خوف. من يوم شفت كراش كذا مختفي. يعني هذه مشكله بالمحاكي يا شباب، لكن انا لكن يعني انا ان شاء الله بحله وبيطلع يعني كراش بالحلقه الجايه اذا جيت انا العب ذي المرحله. يبي لي بس تعديل بالمحاكي. فاتمنى الحلقه هذه عجبتكم، اتمنى انكم ما تنسوا الاشتراك بالقناه واللايك، فعلوا التنبيهات عشان تصل لكم مقاطعي اول باول. كان معاكم صالح ونشوفكم على خير في امان الله.